أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة البحرين الرياضي. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي On Fire يأتيكم لإلغاء الضوء على أبرز ما دار في منافسات الدوري السلاوي، وبالتحديد مع ختام الجولة الثالثة لسداسي السلة. لا جديد ما عدا طبعا الجولة الثانية التي حملت مفاجأة الاتحاد على حساب المنامة ب 88 مقابل 86 نقطة، إلا أن الجولة الثالثة من المرحلة السداسية لم تحمل في طياتها الكثير تفاصيل وأحداث ولغطات للجولة الثالثة، راح نتابعها في سياق الحلقة في هذه الليلة، ولكن بعد هذا الفاصل. نرحب فيكم مشاهدينا من جديد. طبعا نرحب في الكابتن عبد الله الفحل. عبد الله الفحل ناقد برنامج On Fire، مسا عليك. مسا عليك بالخير كابتن، ايش فيني مشير انا؟ تفضل. الله يمسيك بالخير اخوان واخوات المشاهدين ان شاء الله. كابتن عبد الله، طبعا قبل ان ننتقل الى الجوله السداسيه، الجوله الثالثه للمرحله السداسيه، خلي طبعا احنا كنا يوم الاحد طلعنا الاسبوع الماضي، يعني شهدنا المباريات الأولى من الجولة الثانية، وطبعا راح نلغي ضوء على نتيجة الجولة الأخيرة الثانية ومباراة الرفاع والأهلي اللي هي كانت 93 مقابل 84، وشهدت مشاركة طبعا محترف الرفاع الأولى شون ويليامز. شوف شلون شفت المباراة كابتن عبد الله بصورة. والله أول شيء أول أتقدم الشكر حق رئيس الاتحاد سمو الشيخ علي بن خليفة تواجده دائما، واشكر الجماهير اللي حضرت الجوله الثالثه، كان جماهير صراحه تسر الخاطر. بالنسبه لمباراه الرفاع مع الرفاع مع الاهلي، طبعا مشاركه اولى حق المحترف، ممكن مباراه ثانيه اللي بعديها بين يمكن اختلاف على الجو، الاكل، السفر، لاك جاك، يمكن والله جت لاك، والله جت لاك جت لاك، ايش قلت انت باك جت؟ ف ذي الامور كلها اختلط، لكن ما في انسجام حق الرفاع، لكن الاهلي تفوق بجماعيته بدفاعه القوي وجهازه الفني بعد. فهذه باختصار يعني عن المباراه. في عندنا طبعا لقطات لمباراه الاهلي والرفاع كابتن عبد الله، يعني لاحظنا الحشد الجماهيري الاهلاوي الممتع في هذه المباراه، في مباراة يعني عودنا جمهور الأهلي تواجد خلف فريقه ما في خلاف، ولكن هذا التواجد الضخم يعني احنا استانسنا له. يعني جات ردة فعل مباراة محرقة السابعة بعد، فالأهلي كان في تطور وجمهوره متعشم منه شيء الكثير. في بعد انت سوي صدى على تصريحك على واحنا طبعا ندور في صدى اللاعب الجديد المحترف، فالناس كلها حضرت بنشوف، وفي تحدي جديد حق النادي الأهلي واجتازوا بكل نجاح. حلو. طبعا المباراة الأهم كان فيها هو طبعا تواجد الفريقين بجماهيرهم، الرفاع جمهوره موجود والأهلي بجمهوره العريق الممتع تواجد واستمتعنا بهم وبتعليقاتهم، ويعرفون أنا شو أقول. طبعا أسدلنا الستار على الجولة الثانية، ننتقل إلى الجولة الثالثة. طبعا مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل عبر
الاتصال المباشر على القناة الرياضية، وراح نشوف الرقم التواصل على القناة مثل ما نشوف الآن 1787-1513. طبعا الاتصالات راح تكون مفتوحة وحياكم الله في أي وجهة نظر. كابتن عبد الله، الجولة الثالثة من المرحلة السداسية والله بصورة عامة، لن ندخل في تفاصيل. بصورة عامة ما في مفاجأة، الواقع فرض نفسه. تكافؤ الفرص موجودة من كل الفرق، الفرق الأولى الثلاثة اللي هي المنامة بالترتيب والمحرق والأهلي، كل فريق خسر مباراة وفاز مبارتين، والثلاثة الأخريين بعد طبعا هاي النتائج. كابتن عبد الله، المحرق تفوق على الاتحاد 74-66، المنامة 80-69 على الأهلي، والنجمة 74-84 خسر من الرفاع. طبعا ننوه ان الرفاع حقق فوزه الاول في الجولة، والأهلي تلقى خسارته الأولى. نعم. فعندنا فوز أول وخسارة أولى. المباراة الأولى كابتن عبد الله، الاتحاد والمحرق 74-66، هذه المباراة لها طابع، لأن الاتحاد كان توا جاي من انتصار على المنامة، والمحرق جاي من خسارة من الأهلي، فكانت من النجمة، فازوا على النجمة. أي هذه أي، فمباراة كانت مثيرة. طبعا صار عليه بداية اللعب كان لو سكور، حتى يعني شيء غريب، يمكن احنا تداولناه الكوارتر الاول يمكن ما في الا 8 نقاط سجلت من نعم. من كاظم، فاللعب كان يعني الحين شلون. طبعا المحرق كاظم رقم 9 يسجل 8 نقاط فقط للمحرك، لاعب واحد، شلون؟ كابتن عبد الله مسيرتك كم سنه في السله؟ والله 21 سنه. 21 سنه، وانت عمرك 25 الحين. اي تقريبا. انزين 21 سنه، قد شفت لاعب واحد يسجل كوارتر؟ لا، نادر، انا في حياتي ما مرت علي، وخذيت صورته بصراحه قد النتيجه غريبه، سكور شيت كامل رقم 8 حق لاعب واحد بس، وهذه نتيجه الكوارتر. الاستعجال كان جدا واضح، الشوت كثير بدون تركيز، فكان على الفريقين على الفكرة، فلكن كان استعجال وضغط المباراة يمكن أثر على نتيجة المباراة، خاصة بالكوارتر الأولي. نعم. أبرز لاعبي الاتحاد، شو شفت الاتحاد؟ ما كان نت سهل. خل نتكلم زيادة بعد عن الاتحاد. الاتحاد طبعا في الكوارتر الثالث صار التغير، لما سي جي صار في فاول تراب، طبعا سي جي طلع بمستوى دفاعيا بشكل واضح وهجوم، وهذه السجل المعهود اللي المفروض يخدم المحرك. لكن شفت الدنك السابق؟ ايه ما شفته. ايه حلو. لكن هذه رول سي جي في نادي المحرك. طبعا الاتحاد ما استقلوا فترة يوم طلع سي جي من الكوارتر الثالث، فجربت نتيجة جدا الى نقطتين، وكان الفارق 14 نقطة. نعم. لكن لما رجع سي جي ما صار حق لاعب التاخ، تم الخوف يدش فيهم، خايفين من البلوك. صح. الظاهر. فادري في احتجاجات من الاتحاد، المفروض سي جي يطلع 4 فاول كان عليه، ولعب كوارترين ترى وينحسب له، بدون لا يخرج من المباراه. رئيس جهاز كره السله في نادي الاتحاد كابتن عبد العزيز سماش قال ان الاتحاد الحكام ما صفروا، ما يتجرؤون يصفرون على سي جي حق الخطا الخامس. كلمته وياه على الموضوع، قلت له يمكن ما صفروا حق لعبتين ولا ثلاث، هذه حاصله له. لكن لازم انت تصر. اللي شفته انا اللاعب المحترف ايريك، طبعا منو ايريك؟ محترف الاتحاد. الاتحاد ميلي إليتش. ميلي إليتش. إليتش هو كان يتردد في الدخول على سي جي، طبعا خايف من البلوك. طبعا زين، الاوليه الثانيه الثالثه ما احسن، يمكن الرابعه والخامسه والسادسه، يمكن حكى بيصفر ترى في النهايه. نعم. وبتستفيد من خروج سي جي، ما استغلوا وتموه كله كيك اوت، تم يطلعون الكوار برا، يعتمدون على شوت في على اساس انه يمكن يتوفقون في الثري ما توفقوا. بس از تيم شلون نشوف الاتحاد؟ مو بسهل. الاتحاد دائما نقول عنه عنده الروح القتاليه، وكان ترى ند قوي في المباراه، لناخذ للمحرك فوق يمكن ب10 نقاط، كانوا ند قوي. احتجاجات زادت، خاصه لهم الحق اللي طالبون فيها، وذي يعني تقدير حكام، والحكام ترى يعني اجانب بعد في 12، يقولون بعد والله ما يصفر حق المحرك ولا لا، هو تقدير. لكن اصرار على اللعب وطريقه اللعب هي تفرض حتى على الحكم اللي يصفر،
عليك، فانت مجرد ان انت يكوت يعني وقفت حلو، ما حاولت الدخول على السله. نعم. طبعا كاميرتون فاير تواجدت بعد المباراه لمقابله جماهير الفريقين، وهي كانت اللقاءات. والله المحرك صراحه ما قصروا اليوم، اللاعبين كلهم ادوا لعبوا مباراه جيده الحمد لله، لكن في كم شيء بينهم يعدلونه يعني عشان ينافسون الكبار شوي. الاتحاد شنو محرق احنا زين يعني، ينافسون الكبار، ينافسون من يعني الاكبر من الاتحاد؟ لا لا المنام بعد سهلين ان شاء الله. قولي شلون شفت المحرق اليوم؟ والله ادائهم جيد، كان وايد زين ممتاز. جيد والله، وايد زين والله ممتاز، كل شيء زين، لكن يعني في شوي يعني الحكام كانوا يعني غالبين وحكام اي، بس يعني كم من فاول ما احس تنقرشون في الحكام. ايش لا ها نعم، ايش لا تنقرشون في الحكام؟ احنا ما تنقرش غلطاتهم طبعا. الفريق قدمهم اللي عندهم ما قصروا ولعبوا اداء رجولي، يمكن شوي التحكيم ما ساعدنا، معنا في اخطاء كانت من جانبنا، بس الفريق ما قصر، لعبوا بروح. هذه اول مره نتاهل فيها سداسي، الشباب ما قصروا، تفريق اصغار يعني اعمالهم 94 95 96 يقدمون لك المستوى الحمد لله. اتمنى ان اداره النادي تحافظ على هذين اللاعبين، انا في نسمع ان في بعض اللاعبين لهم عروض او الى ما اخر، يحافظون عليهم السنوات الجايه، يبنون عليهم. هذا الفريق جيل جدا جميل، ان شاء الله يعني المباريات الجايه ان شاء الله يواصلون على هذا المستوى. عبد الله يعني لو سي جي خمسه اخطاء شخصيه ياخذون الاتحاد الجيم؟ احتمال وايد، وبين في الكوارتر الثالث تم لعب الاتحاد تسقيط داخل السله وبدون اي عناء، كان طبعا ميلي طويل طويل وما حد يقدر عليه، ما في ماتشاب ما شاف يا ولد محمد ربيع لفتره، لكن ما يقدر، امكانياته صعبه، فاكيد بتغير اللعب وبيكون يعني يمكن مفاجاه عقب الفوز على المنام بعد عقب الفوز خلاص يعني، ودي دافع دي دافع نفسه صح. بس مثل ما قلت لك مره ثانيه، اشوف الجمهور راضي على اداء المحرك بشكل عام، لكن للحين في بعض الاخفاقات وخاصه في الصف الثاني في المحرك. طبعا ننوه للمشاهدين يمكن هم الاتصال على 1787 15 13، واعتقد كابتن عبد الله يعني الاتحاد راح يكون مشاكس في المرحله القادمه. الاتحاد يمكن هو يكون الحصان الاسود على فكره، لان مقابله الجايه مع الاهلي، ظهر الاهلي والاتحاد وللحين عنده الامل، وكل فريق عنده امل، ترى باقي مبارتين حق كل فريق، فالفرص موجوده، الفرص موجوده موجوده حق كل فريق، وليأيسون، وفريق ترى فيه العناصر اللي يمكن يحدث مفاجاه. نعم. طبعا احب انوه انه يعني احنا تعودنا على نظام المسابقه في المرحله السداسيه انه يكون الاول والثاني والثالث والرابع هم اللي يتاهلون الى المرابع، الخامس والسادس يودعون السنه. طبعا سمو الشيخ عيسى بن علي ال خليفه رئيس الاتحاد البحريني لكره السله يبحث عن الاثاره، يبحث عن النديه، يبحث عن المتعه، تشويق، اكشن، قال لا الاول والثاني انا اكافئهم اهلهم المربع، الثالث يلاقي السادس بيست اوف 3، الرابع يلاقي الخامس بيست اوف 3، الفايز في مجموع مبارتين حياه الله في المربع يلاقي الاول والثاني. ايش رايك في النظام؟ فهذا النظام اللي قلنا عنه فيه فرص حق الفرق، التعويض موجود، التعويض موجود مرحله ثانيه، فلازم يكون دي المبارتين، لان بتلاقي نفس الفرق انت اعداد جيد حق الفرق، وشلون تقدر تتقلب عليهم، نقاط ضعفهم، نقاط قوتهم، فهذه فرصه حق الفرق. معنويا اذا فزت على فريق كبير مثلا بالحسابيه حصلوا الثقه، انت شفت الاتحاد عدو ويا اللعب ويا التكرار ويا نفس الفريق بيكسب الفريق ثقه، وحتى النجمه حلو. حتى النجمه بعد تحكينا وايد عن الاتحاد بصوره سريعه، المحرك مقنع؟ محرق لحد ما مقنع بعد عوده سي جي والاصابات اللي عندهم، ترى في اصابات موجوده في نادي المحرك. علي شكر الله، علي شكر الله واحد منهم يعني، تأثير مباشر
يعني شكرا على التأثير المباشر. يعني لاعب منتخب وبوزيشن ماله مع صعب التعويض عليه. عنصر فعال. بدر عبد الله قاعد يرجع وان شاء الله اتمنى له تقدم في المستوى. عندهم بنش بعد زين جيد يعني ففريق متكامل. بس يبقى انسجام زياده، سي جي تو وياي ثالث مباراه يمكن، مدرب نفس الشيء في صار تغيير. فلا نحكم عليهم مع الوقت. مع الوقت. نعم. طبعا اللقاء الاول كان بين المحرق والاتحاد، المحرق فاز والاتحاد خسر بعد فوزه على المنامه في الجوله الثانيه. اللقاء الجماهيري ايضا كان والمنتظر قمه الجوله الثالثه كان بين الزعيم ومنافسه اللدود الاهلي. مباراه كانت طبعا مترقبه كابتن عبد الله. طبعا وجماهيريه ومتعه بعد فيها. استمتعت فيها؟ انا استمتعت فيها لاخر لحظه منها. بس ما تعب من بيفوز كان. بس المنامه كان يعني من البدايه كان منطلق. المنامه بنرجع ونقول منظومتهم في السله قويه يعني لحد الان، بعد غاب عندهم لاعب محمد كامبس وبعد فازوا، يعني انا ما اريد من يغيب عنهم على اساس يخسرون. يمكن الاتحاد بعدين اللي يقدروا عليهم. ف فريق منظم، فريق عنده حلول. الكابتن العقيل يدور ربعه في المباراه، ما تشوف واحد تعبان ولا اكزوست، ما عدا المحترف يعني اللي ياخذ ازياء وقت 40 دقيقة يلعب. يلعب 40 دقيقة مضطر يعني بعد مضطر بعد لازم بالضبط. اي كما شاب ويا المحترف الثاني. المباراة بشكل عام خاصة بداية الشوط كان الفيلد جود وايد نازل، استعجال من الطرفين، يمكن حساسية المباراة، شوت أكثر من اللازم 3 بوينت. مارسيل بصراحة لاعب زين لكن بعد استعجل في انفور شوت. ليش؟ لان هو شايل المباراه الاولى اللي في راسه اللي سجل هداف 33 بوينت. صحيح. فقال راح اكرر فقام شوت باد شوتس. لكن الزين اللي في الاهلي طلعوا علي عقيل ميثم رجع، فبعض النجوم ميثم في الاهلي اقول مان شلون اليوم ما يصير اللي صار الزهايمر اليوم. قصدك سيد هاشم علي عقيل. على عقيل سيد هاشم حبيب. سيد هاشم بعد انطرد بعد. هاشم سرحان. هشام سرحان. هشام سرحان. هشام سرحان. هشام سرحان كبر ترى يصير يلعب دور. ترى اسماء وايد ومباراه ولا مباراه. ساعات تخربط من مباراتين. اي صح. اي ترى ما في فرق بين يومين ثلاثه ما شاء الله الدوري علينا. يبي له اتم ويا ردم اني وياه. فرجعوا لمستواهم يمكن، وهذه الفريق الكبير محترف والله لاعب يخفق لاعبين ثانيين المفروض يطلعون. صح. وهذه الفريق المفروض يبي هوية البطل. طبعا بعد المنامة كابتن، يعني احنا شفنا محمد أمير كان عنصر فعال، حسين شاكر ما يعني ما برز بصورة كبيرة، ميثم برز طبعا، وين تشيزم دائما هو هداف الفريق يعني، لكن شفنا ايضا يعني تتوزع النقاط بين اللاعبين، ما في النجم الاوحد في المنامه الحين. وهذه هويه البطل. هذه اللي انا اقول عنها غازي، هويه البطل لازم الكل يحس بالمسؤوليه، الكل له رول في 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 اللعب. في تجانس، في كل واحد. بالنسبه عن حسين شاكر ترى يمكن يجيب لك نقاط في الوقت الحاج بالضبط اللي تبي يضيع، لكن الوقت اللي تبي سكور يجيبه. شفناه يعني جربوه الاهلي المباراه يجيب لك السكور الحاسم اللي يحبط من معلومات الفريق الثاني يمكن، والله يرجعك في المباراه. معنا ما سجل وايد فيها، ما سجل وايد، وهذا المطلوب من بيور ترى صانع الالعاب، يطلع في الوقت اللي يمكن الفريق كله ديد، فعنده الحلول الفرديه. علي عقيل نفس الشيء ترى، قام بدور جبار تبي صراحه في المباراه، مبارتين ترى ضد محرق وضد المنامه. خساره الاتحاد المنامه امام الاتحاد، صحه المنامه اكيد درس، هزت كيان المنامه، هزت كيان يمكن ويك اب كول. فواو على اساس الكل لازم، وانا ارد واكرر المنامه ترى جمهوره ترى سبب رئيسي يمكن في خساره الاتحاد، يمكن دي شيء غريب اللي انا اقوله. ليش؟ لانه ما كان متواجد ضد الاتحاد، ترى جمهور المنامه مثقف يعني، كل الجماهير البحرينيه يحاسب حتى اللاعبين، فتشوف اللاعب يبدع، تشوف اللاعب يعطي زياده على اساس الجمهور، لما حتى الجمهور الاهلي، حتى الاهلي تشوف ارتقى بمستواه بحضور الجماهير طبعا. جمهور الرفاع حلو، جمهور المحرق حلو، فالجماهير هي اللي تخلي اللاعب يحاسبونه ترى في الملعب، ازم من المدرب يمكن.
اللاعب يفكر في الجمهور اكثر ترى اكثر ويعطيه حافز زياده على اساس يبذل. وقلت مثل ما قلت لك جمهور نادي المنامه يحاسب اللاعب والحكم بعد ازيد يمكن من المدرب. فدائما اللاعب محتاج حق الجماهير. المنامه مثل ما قلت لك وتحدث ترى في السل يمكن الواحد يفقد تركيزه ما يتوفق، لكن الفريق الكبير اللي يرجع من هاي النكسات. شفنا طبعا حاله استبعاد في المباراه كابتن عبد الله، يعني المباراه اوكي كانت سجال بين الفريقين، المنامة افضليته كانت موجوده طول المباراه، ولكن سيد هاشم وقع في المحظور بتو تكنيكال فاولز. كابتن عبد الله تشوف اللقطات، انت كنت في المباراه شفت يعني شلون شفت انا هاي الفاول شوفه شوف شوف القاضي يعني سيد هاشم لاحظ خلينا نشوف اللقطه صح. طبعا هاي اللقطه الثانيه وين الخطا؟ هاي التكنيكال الثاني خطا متعمد هنا هاي الثاني. نشوف راح نشوف طبعا اللقطه مره ثانيه ممكن شوف خلنا نرجع لحظه كا شوفني عرقله اللاعب او يحمي جسمه بعد شوف تهدئه من الجهاز الفني وعليه خطأين فنيين وبالتالي يتم استبعاده من الملعب. يعني شوف رئيس الجهاز يحاول تهدئه شوف شوف اللقطه الجايه المره الجايه شنو المره الجايه اقصد يعني كابتن عبد الله شوف الفاول الاول يعني لحظة خلينا نشوف يعني شوف المفروض اللي صفر تعمد الحكم اللي كان جريمة ليش الأول. ليش يعني هل هو تعمد؟ لا ما في تعمد هو فاول فاول عادي فاول عادي لوز بول لوز بول لوز بول لوز بول تحدنا لوز بول فاول فاول ليش فاول متعمد إيه؟ واللي اذا كان متعمد المفروض الحكم اللي قدام كان هو اوضح حق الرؤيه مو بس محمد السعد اوكي واضحه يعني الموضوع. بس يمكن انا في عندي ملاحظه اللي كان يعني ما تمنيت من سيد هاشم يرفع يده صحيح واخلاقه عالي طبعا بس كان يتكلم ويا الحكم هو رافع يده يتكلم ويا الحكم يتكلم ويا الحكم احنا ما يدري شنو اللي دار بينه وبينه صح اكيد مستاء هو هو اكيد مستاء. ويمكن اللعبه الثانيه بعد تسرع في الحكم انا اشوف لان اللاعب ساقط ويمكن ما شافه وشاف المهاجم جاي عليه راكب فوقه فيمكن فلازم حمل نفسه بروتكشن لان محمد سلام كان ويا الشوته بعدين حول اتجاهه حق اللاعب فبين عنده بس حركه يد اللاعب نعم. طافه ذاك اللاعب فاسبال اللي عرقله متعمده نعم. فالمفروض بعد الحكم البعيد يتدخل لانه واضحه له الحكم الثاني نعم. فهذا اللي صار بالاحرى والكلام ساعات يمكن يشحن بالضبط طبعا الفيلم ما خلص بين سيد هاشم والحكام يبقى جزء ثاني. مارسيل طبعا كان غير راضي بعد في المباراه واحتك مع محمد امير نشوف لقطات كابتن عبد الله الاحتكاك بين مارسيل ومحمد امير شوف لاحظ وتم احتساب خطا طبعا هاي اللقطه بس طبعا احنا ما كانت تبين يعني هاي اللقطه يمكن خلينا نشوف واضحه هاي المطوع ومحمد المطوع محمد امير اي المطوع هو شفت الدخول مارسيل مارسيل بس يبعد اللاعب يتحدى الاشتباه كان بين بس حبايب في النهايه اي واعتقد يعني شوف لاحظ هني قرار الحكم شوف تكنيكال فاول على مارسيل لاحظ يقول خ خ رقم ثلاثة خطا لا بعد شوف 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 لاحظ رقم ثلاثة صفر على المنامه رقم ثلاثة ورقم ثلاثة مو موجود في المنامه ما في ثلاثة في الاهلي لان اشار الحكم نعم الحين الحكام يقولون انتم قاعدين انا قاعد ويمكن لسوء الحظ كله محمد السلام شوف اشار الحين ثلاثة تكنيكال وهني على نعم
هذه طبعا اول شيء ترى مو بيني بينه شيء بين محمد السلم ترى، بس اللقطات اللقطات هي اللي تفرض عليك. لا هي في اللي على قولتهم اللي فيها شك للاسف عندنا. ناخذ الاتصال الاول مشاهدين الكرام. الاخ يوسف المسي عليك بالخير. طب اتصال طبعا نعتذر حق الاخ يوسف، راح نعاود الاتصال فيك. الاتصال الثاني مع الاخ علي. اخوي علي شلونك؟ واحمد شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ شو مسوي؟ هلا اخوي علي. امسي على اخوي عبد الله. يا هلا فيك. شو اخبارك؟ الله يسلمك. تفضل اخوي. الله عليكم. ابو احمد انا سؤال ما شاء الله عليكم بعد حطيتوا اللقطه مال الفاول مال سيد هاشم ويا ميثم جميل. نعم. هل تشوف ابو احمد هاي فاول متعمد فيها ولا شيء؟ طبعا اللقطه الاولى هي الثانيه صح؟ الثانيه قصدي اللي حطيتها. مو بالاولى ويا محمد امير، هي الاولى ويا محمد امير يعني الحكم ما شاء الله اخوي عبد الله قال يعني الحكم الثاني هو اللي يصفر، المفروض مو السلم اللي يصفر الفاول متعمد. والله اولا اخوي علي طبعا احنا ما نقدر نكون يعني نعطيك الراي صحيح الا يوم شفنا الاعاده. طبعا لا اول شيء الحكم لازم نعرف شيء واحد، ياخذ القرار في جزء من الثانيه وفي لحظه واحده يشوف اللقطه. فاحنا احنا هنا بعد نعطي الحكم يعني العذر انه يعني القرار قد يكون صحيح او غير صحيح. ثانيا ما يعني شفنا ميثم جاي متجه على اللاعب طبعا للمرور حق الدفاع، وسيد هاشم يعني السبورت حق وجهه. ايوه بالضبط، يمكن الحكم فسر الحركه كعرقله. شباب في الكنترول بس اوكي. الحكم يمكن فسر حركه هشام سرحان كعرقله وبالتالي اثرت على القرار. بس اوكي فخلي السلم شوي يهدى في الملعب، مو بس يا الاهلي. الحين انتم ما تشوفون ان ما تشوفون ان الحكام اهدأوا في معدل التكنيكال فاولز في المباريات؟ والله انا لا اشوفه كان يمكن اوكي حتى لو فاول بتحسب بس مو تكني مو فاول متعمد يكون، والسلم خليه شوي يهدئ روحه في الملعب ان شاء الله يعني الفرق. مو بس يا الاهلي لجميع الفرق. يعني احنا طبعا يعني هاي رساله نوجهها للجميع. يعني شفنا موجة التكنيكال فاول اللي جات من بداية الموسم بصورة يعني ما بقول مبالغ فيها ولكن بصورة كبيرة أثارت انتباه الجميع في الملعب والمتابعين، ولكن مع مرور الوقت طبعا هدأت الموجة واللاعبين بدأوا يتفهمون القوانين. دخول الحكم الأجنبي كابتن عبد الله أثر. أثر طبعا خاصة للأمانة الحكام الإماراتيين صراحة من أبدع ما يمكن. سالم شعابي وحسن. أي نعم. حتى الحكم البحريني هدأوا وياهم. هدأوا وياهم. إيه؟ لأن ما في تكنيكال فاول نفس النسق. نفس النسق. فرضوا ما في احتجاجات. ولا احتجاجات ولا شيء. فرضوا شخصيتهم على المباراة. الفريقين ما سمعنا منهم أي شيء. أي كوبلين. طبعًا. اتصال ثاني مع المتصل يوسف محمد. أخوي يوسف. مرحبا. السلام عليكم. يا هلا. هلا أخوي شلونك؟ طيب. الله يسلمك أخوي يوسف. تفضل. اخوي عندي نقطتين بس ما بطول عليكم. تفضل. النقطة الأولى اخوي احنا مباراة انا مشجع مال فريق محرك، بس مباراة الأهلي والمنامة رحت حضرت المباراة وغديت عيالي وقعدت شباب كنترول ورا اللاعبين بالضبط يعني كان مباراة الأهلي والمنامة قعدت ورا اللاعبين؟ اي ورا اللاعبين في مباراة المنامة ورا لاعبين الأهلي. اوكي. انا مشجع محرقي مالي شغل في فريقين. انزين حلو. الحين انا اللي صار تعرف الهواش اللي صار في الملعب وذي، بس ابي شيء يعني لو يسوون الاتحاد لافته يحطونها عند الباب يا عند الصاله، ان يعني احنا خلاص احنا الحين ترقينا عن هالاشياء. سب يعني قال اسمع سب ولدي يمي بابا يقول لي بابا هي شنو قاعد يقول؟ كله يسبون. ليش؟ يسبون الحكام، يسبون اللاعب. انا ما ابي باسم اللاعب بس كان قدامي يسب الحكم ويسب اللاعب بالانجليزي وبالعربي، يعني هاي الشيء يعني فهمت قصدك، الرساله واضحه. والنقطه الثانيه اخوي يوسف. النقطه الثانيه انا كمشجع محرقي اتمنى من احمد حسن يلعب يمشي الفريق يلعب اساس اكثر عشان المحرق يتحسن اللعب ماله. نفس قصدي نفس مين؟ نفس شاكر. شاكر الحين مو مركز نفس قبل في الاهلي انه انا بفوز الفريق وبسجل وبذي. نعم. اسست امشي اللاعبين. نقطة واضحة. نبي نبي من احمد بس. نعم. وشكرا ما قصرت يعني. يعطيك العافية اخوي يوسف. نعم. طبعا راح نعقب ذكرني كابتن عبد الله على النقطة الأولى حق عن اللافتة جماهير. نعم. مهدي عبد الله معانا في الاتصال الثالث. اخوي مهدي مساء الخير. مساء الخير اخوي. يا هلا اخوي تفضل.
مباراة أنا مشجع أهلاوي، مباراة أمس هي المنامة. أي حبيبي، في أخطاء في التحكيم. حلو، وين الأخطاء تشوفه أنت؟ مثلا يوم هاشم حبيبي محمد أمير. أي هاي ذكرناها من شوية. أي نعم، إحنا ما نحط يعني سبب الخسارة هو الأهلي، ما نحط سبب الخسارة الأهلي. زين، هل انت تشوف الحكام لهم دور في خساره الاهلي؟ انا قلت لك ما احط اللوم على الحكام. زين، شو تشوف انت؟ فريقي كان ممتاز بس ما في توفيق على السكور. اوكي، فالتحكيم يا هشام ما يصير طرد. اي احسن عندك كابتن مهدي، شوف مثلا حكام بحرينيين ولا حكام اجانب ولا المخلوط؟ والله انا عندي يعني حكام بلدي احسن. حكام وين؟ بلدي. بلدي استاذ، وين يقول بلنتي؟ حكام محليين. محليين. حكام محليين. يعني يطورون شوي من روحهم. شوي، مو بوايد ها؟ شوي. بعدين لا تتصل الاسبوع يعني الجاي لان انقلب الاهلي تقول لي بعد نبي حكام اجانب مهدي. والله انا مقتنع بأداء فريقي، ما حط سبب التحكيم هو الخسارة. حلو، شاكر لك، شاكر لك، شكرا لك أخوي مهدي، شكرا لك. اتصال ثاني أيضا من المتصل إبراهيم أبو علي. أخوي إبراهيم مسي عليك بالخير. مساك طيب وسعادة يا أخوي سامي. يا هلا أبو علي، شلونك يا أخوي عبد الله؟ يا هلا مرحبا يا سامي على هالبرنامج. الله يسلمك. لا انجح من الناجح. الله يسلمك، تسلم لي يا اخوي. والله يسلمك. اول شيء انت حمد بالسلامه حق والدك العزيز ويرجع لكم بالسلامه وتكحلون عينكم بشوفته. الله يسلمك، تسلم. اخي سامي تفضل. في القدم في رجعون حق التلفزيون يسمونه الفار. نعم. انزين السله يسمونه؟ يسمونه IRS، نسيت الاختصار ماله، انستنت ريبلاي سيستم اعتقد. صحيح. يعني انستنت ريبلاي سيستم، الاعاده الفوريه. الفار فيديو اسيستنت ريفري في القدم، هاي انستنت ريبلاي سيستم IRS. نعم. زين، هل جدل اللي قاعد يصير بين الحكام وبين الجماهير وبين اللاعبين، ليش ما يرجعونهم على اعاده التلفزيون ويشوفون الاخطاء؟ طبعا يعني خلنا أوضح أنا شيء. يعني أنا سألت المراقب الدولي فاضل غلوم عن هالنقطة، قال في حالات معينة بس أنا ما بذكر هالحالات المعينة صراحة شنو، لأن أنا أشوف اللاعبين والمدربين يطالبون، خاصة في مثلا فاول استبعاد لاعب من خارج يعني فاول خامس في السلة، أنت خسرت اللاعب يعني. بس هي في حالات معينة الحكام يكتفون فيها فقط في الرجوع حق الIRS. فإحنا نطالب أيضا توضيح، وأنا يعني موجه دعوة حق رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البحريني لكرة السلة عبد الرضا غربان بأن نفتح لهم المجال في البرنامج توضيح الحالات اللي تستدعي أو تثير الجدل على أساس نوعي اللاعبين الفرق والجماهير. وليه الحين طبعا هاي الدعوة مفتوحة لهم، إن شاء الله بس ما يخلص الموسم وما يونا. قول نقطتك الثانية أبو علي. نقطتي الثانية طبعا شكر خاص حق سمو الشيخ عيسى بن علي على التطور اللي نشهده احنا في الكرة، في كرة السلة. نعم. وانت منه يعدون العدة حق منتخبنا ان شاء الله. ان شاء الله منتخبنا قادم على بطولات، فهذه لا تنقيصا من احد، بس نتمنى انه مدرب على مستوى عالي ويكون اخونا سلمان رمضان هو اللي يشرف على اختيار المدربين اللي جايين، لان مدرب كفؤ اخونا سلمان وما قصر. ما قصرت ابو علي. اخوي ابراهيم ابو علي اسمح لي مضطر مكالمات ثانيه، نقطتك واضحه. شكرك حق رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، وطبعا مطالبه بجهاز فني جديد، وأن يكون سلمان أيضا مشرف المدربين في المرحلة القادمة. شكرا لك.
اتصال اخر ابو احمد معنا على الخط. اخوي ابو احمد مساء الخير. مساء النور اخوي سلام، شلونك؟ الله يسلمك حبيبي، تفضل. ايش اخبارك؟ الله يسلمك، اشكرك على برنامجك الحلو والله، واللي هو واكب اللعبه اول باول صراحه. الله يسلمك، تسلم لي. والله يا اخوي سامان عندي عتب، بس هو عارف شيء مو مستحيل، بس يمكن حكم التوقيت والترتيب يبي له. بس يعني هو انت طرحت المشكله من كم يوم، ولا هي مشكله المواقف يعني. يعني انه تعرف الجمهور قاعد يزيد الحين، بيك الربوع بيقضي. فانا والله سؤالي بس اللي بعرفه، واتوقع اغلب الجمهور يبي يعرفه، هل الرباعي بيكون على صاله خليفه ولا بيتم على ما هو ثم الحصم؟ نعم. على حسب المعلومات اللي عندي اخوي ابو احمد، ان الرباعي او المربع الذهبي وايضا كاس خليفه بن سلمان بتكون منافساتها كامله في استاد في صاله خليفه في مدينه عيسى، لان العده راح تكون راح تحرسل يعد طبعا العده للانتقال بعد المرحله الثلاثيه على حسب معلوماتي. اوكي. لان المحترفين الاثنين راح يستقطبون جماهير اكثر بعد. ما قاعد اشوف انا مستوى الفني مو نفس قبل، يعني ما اعرف شنو السبب، بس يمكن انت تعرف شنو قصدي. نعم نعم نعم. نشوف طبعا الايام، شوف الحين نشوف اليوم انت شيء، وكاس خليفه بن سلمان والمربع شيء اخر تماما بسبب المحترفين الاثنين اللي راح طبعا يشاركون من يعني مع الفرق في المرحله القادمه ان شاء الله. عندك استفسار اخر؟ لا بس قلت جاوبني انت خلاص، ما جاوبه يقول لك. تسلم جوابتك. تسلم ابو احمد، تسلم، ما قصرت يا اخوي، مشكور. طبعا الاتصال الاولي اعتقد اول شيء نشكر اللي عن الجماهير، لا اللي ذكر عن يوسف محمد اللي ذكر عن الالفاظ والجماهير. طبعا احنا نوجه دائما الدعوه، يعني الملعب ما في اسامه وعبد الله ويوسف وخالد، في اطفال، في عائلات طبعا تحرس له، يعني مشكور خصص جزء على يمين المقصوره الرئيسيه، منطقه مخصصه للعائلات. ويعني تخيل انت عائلتك تسمع الفاظ يمين يسار طبعا غير مقبوله. احنا طبعا دائما نطالب الجماهير التشجيع القوي والمثالي والممتع، والنقل التلفزيوني بعد، والنقل التلفزيوني يطلع المشكله يكون واضح، يكون واضح. اي فيعني دعوه للجماهير الابتعاد عن استخدام الكلمات يعني الغير مناسبه، اولا على اساس انه ما تجرح اي شخص، لان في النهايه اللي انت تتكلم عنه هو زميل لك تعرفه تسلم عليه، هو لاعب في فريق اخر، عنده اهل، عنده اخوان قد يكونون جالسين يمك، فنبتعد عن هذا الاسلوب. طبعا ايش رايك عبد الله؟ انا مثل ما تتفق قلت اتفق وياك، والجمهور مكمل حق اللعبه كامل، وهو واجهه اللعبه ترى الجمهور بالضبط، على فكره يعني بالضبط، هو واجهه اللعبه بالضبط بالضبط بالضبط. معظم الخليجيين يحبون دوري البحرين مو بأساس بس المستوى الفني، الاجواء اللي حوالين اللعبه وخاصه الجمهور البحريني. بالضبط بالضبط. طبعا لقاءات ما بعد مباراه المنام والاهلي ونرجع لكم. بس اول شيء الحمد لله على الفوز، والحمد لله اللاعبين كانوا في الفورمه وادوا مباراه جيده. وانا بنتقد بعض الجماهير الاهلي اللي قالوا ان الاهلي بيفوز على المنامه، الانتقادات اللي طلعت اللي قالوها، فهذا اللي بينا لهم المباراه اليوم ان الزعيم زعيم، وراح نوصل النهائي ان شاء الله وناخذ البطوله ان شاء الله. اكيد هاي المنامه الزعيم يبقى زعيم، ما حد بياخذ مكانه غير الا المنامه. يعني احنا يعني وافق؟ اكيد اكون انت انغلبنا المباراه، شو اللي صار؟ تغير شيء؟ بالعكس كم باك اقوى صار. يقول الزعيم على نفسه، اي الزعيم على نفسه ليش؟ روح اقرا التاريخ انزين بعدين تعال. اذا الزعيم على نفسه من اللي قال؟ في واحد من الاهلي. اي اوكي اوكي. السوشيال ميديا. السوشيال ميديا. اي اي يقول واحد من الاهلي واحد من محرق، يقول الزعيم على نفسه، اكو الزعيم رواهم. بس تو الناس، تو الناس. اوكي تو الناس، بس احنا الزعامه، يعني لو شيء يسوون احنا الزعامه، والدرع والدوري الكاس والدوري في الجوفير. اعتقد خبره اللاعبين شويه اثرت، يعني شفنا استعجال من الاهلي اخر الدقائق. يعني كانوا يقدرون ان يرجعون في المباراه، حتى كانوا يقدرون يطوفون، رجعوا لاظن 4 نقاط 5 نقاط، بس خبره الملامه يعني فرقت اخر دقائق. المحترف شلون كان اليوم؟ من مارسيل؟
اعتقد ما ادى نفس مباراه الرفاع لانه كان عليه يلعبون على وايد سويتش، فيعني كان ويا محمد امير اذا ينزل تحت يصير ويا دوين، فكان يفرق. اظن لو المطاوع كان اكثر موفق على الثري بوينت كان بينفتح له الملعب اكثر. الاهلي خسران والله، مستوى اللاعبين ما كان لهناك. ليش؟ يعني الاهلي متصدر كان؟ الاهلي متصدر بس اتوقع الارهاق والظروف كانت ضد الاهلي اليوم. شنو الظروف اللي ضد الاهلي تتوقع؟ الارهاق من هالاسباب. زين ثلاث مباريات، ثلاث مباريات منامه بعد لاعبين ثلاث. اللياقه تفرق بين لاعب للاعب. والله طبعا في سلبيات وفي ايجابيات في اللعب، بس على ما اعتقد ان المنامه كان افضل اليوم من الاهلي، والاهلي كانوا مو متوافقين حتى في الشوتات. ونقول لهم هارد لكم الاهلي ومبروك للمنامه. يعني تلو يعني السبب الرئيسي يعني توفيق؟ اي عدم التوفيق، وبعض اللاعبين عندهم تسرع في اللعب، وبعد نقول لهم هارد لكم، واللي سووا اللي عليهم سووهم. اللاعبين ما لعبوا اوكي، لكن الحكام انا حق دوري براعم ما اجيبهم واخليهم يحكمون. يعني لا ايش دخل الحكام في المباراه اليوم؟ رابعك اليوم ما كانوا زينين. الحكام واجد عليهم اخطاء، يعني حق دوري براعم ما اخليهم يحكمون. ولا تكنيكال على المنامه، اخطاء مو على الاهلي يخلونها على الاهلي، ما يصير. وهي وجهه نظرك. الحكام واجد ظلمونا، لاعبيننا ما لعبوا لكن الحكام ظلمونا. شفته معصب؟ معصب؟ هاي جاي لك مستن كنا من بعيد. اي شفته شقح من هناك يطلب المنام. بس زين يفضفض. يفضفض خلي يفضفض. شفت ذي المشجع الاهلاوي اللي شعره رصاصي؟ مو بقول ابيض، رصاصي لون دالع شويه. قال تكلم واقع. واقع لا؟ اي وهذا الكلام للجمهور البحريني مثقف جدا ترى في السله ويعرف. طبعا منامه طبعا الان يتصدر كابتن عبد الله، لكن مباراه الامس الاخيره بين النجمه والرفاع. والرفاع شلون شفته؟ اول شيء بدايه المباراه كانت فيه شد، فيه شد شويه، سرعه واستعجال، نفس الشيء نفس كل الجوله ترى ابتدت الكوارتر الاولي دائما بلو سكور بسبب الاستعجال، وكل واحد بيفرض شخصيه المباراه. طبعا عوده اللاعب المحترف شلون مره ثانيه شلون ميديوم شلون وليد فعودته بالنسبه لي انا مو هو يعني بيور سنتر، هو مو سنتر، هيز شوتينج جاي. شوتينج جاي وفي طريقته ترى حلوه في شوتنا انه كويك ريليز. اوه ايه لاحظت شلون شوت؟ ايه فاذا اخذت يده مشكله، ترى بيصير مشكله. انا ما بتحاكي بعد بعد اخاف الا ايه يشيلون عليه بعد شيء ثاني. جاب 27 نقطه من بعد سبع نقاط في اول مشاركه. اول مشاركه لا سبع ايه نقاط، يمكن متعود على الحاله اقول الكوره ذي كلها. ذي المباراه جاب 27 نقطه. للحين يعيب شيء واحد كثرة الفاولات بس. أي. سيستم جديد. سيستم جديد فبتعود. أما النجمة شد أعصابهم في يمكن إذا بتحطون لقطة بعد عندكم لقطة على المباراة موجودة، موجودة. اللاعبين بينهم في شد، الكل مشدود أعصابه والكل يبي يبرز، وذي اللي سوى الفارق في المباراة بصراحة. عودة عيال الكويت ترى محمد الكويت رجع على مستوى يونس على طول ستاندرد بصراحة، قاعد يؤدي أداء ثابت في الموسم وأنا أعتبره من النجوم. أبرز ما يعني بصورة سريعة النجمة شلون شفته؟ النجمة يعني لاعبين مميزين، لاعبين طبعا محترفهم، وبعلاي بعلاي برز الشوط الثاني مو ليس الشوط كالعادة كالعادة. سألت أنا في 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 إن شاء الله رد عليك. إيه خلينا نشوف اللقطة، خلينا نشوف الإجابة. Pretty tough. It's a new experience for me. First time abroad playing. A lot of NBA guys, we kind of look over the competition in the competitive level over here. But these guys compete hard over here. They play very hard. So it's nothing but respect for them. So they kind of, you know, caught me by surprise and, you know, a little winded. But I'm getting better every day, working hard with the coaches and my team. And it's just the sky's the limit from here. Today you scored. I give all the credit to my team. Last game I had a terrible game, but they did a great job encouraging me, keeping my confidence going. They telling me, Sean, we believe in you, we trust in you. And me hearing that makes it easy for a player. You know, when a player
thinks too much, no matter how good he is, he's going to have a bad game. So they did a great job to make me comfortable. My teammates, like I said, I tip my hats off to my teammates. Great group of guys. They love playing. They love competing. And that's who I give the credit to. How do you see the atmospheres here? Oh, it's different. it's totally different from the NBA. It's a great atmosphere. We have great fans. They get to play instruments and blowing whistles in the stands. It's some stuff I got to get used to, but I love it. All right, so what do you promise the fans here who are looking forward to see Sean Williams, the ex-NBA player? We're not talking about the Rafa fan, we're talking about the basketball fan. All basketball fans can know I'm going to play hard. I'm going to give it 110% every time I come out here. I'm not coming to try to shoot every ball. I come to try to make the team better, too, because I'm only as good as my team. So that's what I'm trying to do. I'm trying to make this team better and we're trying to win. مباراة حلوة. يعني لعبنا كفريق كامل. المحترف عطانا شوي المباراة ذي. قاعد يتطور لأنه تويه شوية بياخذ على الفريق. تعرف يلعب هو كان في أمريكا يعني سيستم كلش غير هني عنده. فجايبينا حق نعتمد عليه وإن شاء الله يعني يعطينا زين في المباراة الجاية. أبارك فريقي واللاعبين يعطيهم ألف عافية ما قصروا. وهارلك لفريق النجمة مثل ما قد أول انتصار وكان انتصار الصراحة وايد مهم لأن كنا محتاجين عقب هزيمتين بعد تيجي هزيمة ثالثة بصراحة بيكون صعب علينا فالحمد لله على هالفوز وإن شاء الله نواصل باقي مبارتين إن شاء الله كل مباراة طالع على يعني كل مباراة ونركز عليها مباراة لمباراة والحمد لله ان بعد المحترف شوي رجع واتوقع المحترف عنده اكثر اسباب الخساره والله كانوا في البدايه هم وايد مركزين اخذوا السيطره علينا من البدايه حاولنا نرد لهم شوي شوي بس تعرف لاعبينهم كل لاعبين منتخب وخبره ما قدرنا نرد لهم بس الحمد لله يعني قدم مباراه زينه اتوقع زين انا يعني متابعك علقت كذا مباراه لك محمد بوعلاي ما يسجل في الكوارتر الاول الكوارتر الثاني ويبتدي يسجل في الكوارتر الثالث والرابع ليش يعني؟ مو بالنهايه بس تعرف لازم تفتح لك مساحات هم تقريبا احنا الثلاثي هاي سكون داخل ما يخلونك تروح درايف ادور المساحات اعطي اللاعبين ربعي يسجلون تنفتح لي المساحات لين قدرت تسجل اسجل كابتن جعفر اول شيء انا اول مره اشوف يعني عقب المباراه اشوف اللاعبين يعني شو السالفه اشرح لي هاي ريكفر حق اللاعبين لان ما عندنا وقت عندنا 3 ايام بنلعب مباراه باكر لازم نلعب تمرين عادي نورمال فنسوي لهم ريكفري نرجع العضله مكانها الدم مكانه الانسجه ترجع مكانها يعني ما مو وايد بس لان ما عندنا احنا ثلج يعني المفروض عقب 12 دقيقه يركضون يروحون ثلج الوقت شوي ضاق علينا لكن الثلج يقصد طبعا هاي اللي في شو اسمها ذي الحوض ذي الطويل اللي كنا جكوزي ما في الا جكوزي لا لا شكلك انت من زمان ما قعدت هذه ما قعدت يعني تنقعون في الرابع نسيت انا اسمه اوكي عقب اللقطه واقول زين صارت هوشه بين محمد مو اختلاف بين محمد بعلاي وقاسم صانع العاب الفريق خلينا نشوف اللقطات كابتن عبد الله شوف 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 ايش رايك في الهوشه؟ كلش ما لها داعي ما لها داعي كلش ما لها داعي واتمنى كنت اتمنى الاداريين ياخذون الحزم مو باللاعبين بعضهم بعض يعني كل واحد يو اللاعب كان لا بس شوف كابتن الكابتن جعفر يهدي يالس لا بس بيسوي حركه دي هاي اسكت وش يمكن تنرفز اللاعب زياده اي بالضبط ولا كان يعني في الجهه الثانيه اي فتشوفه كان يعني اهانه شوفه للحين شوفه يصر عليه ولا كلمه اسكت ما يصير مهما كان اداري المفروض يدخل الاداري الثاني ياخذه بعده على المباراه ولا على الاحراج النجم اكبر من كذي واللاعبين اكبر من كذي وكانت المباراه يعني يبي الهدوء بس
شوف قاعده على المباراه قال له ما بتلعب ما لعب شوط ثاني ما لعب ما لعب ما لعب شوط حتى لو على حساب الفريق ما لعب ما لعب ما لعب نعم اي وطبعا من الخاطئ من اللي ما يهمنا شوف شوف اكثر من شوف هنا تم حساب خطا فني ها طبعا اول شيء تاخر وثاني شيء للحين في لا لا على على الفوضى اللي صارت صارت خطا فني يعني رميه وجزاها رميه طبعا نشوف لقطات ايضا ان بعد كابتن جعفر راشد يعني قعده شوفه على البنش خلاص شوط ثاني ما لعبه ما لعب والتصرف صحيح هو صح هو صح حلو بالنسبه لي طبعا بالنسبه حق اللاعب يمكن ما يرضى لكن هو التصرف الصح صح. مهما كان ربع ومثل ما قلت انا النجم اكبر من ذي الخلاف بالضبط وخلاف كان جدا يقدرون يسيطرون عليه نعم رده الفعل ابو علاي والكابتن جعفر على اللي صار خلينا نشوف شفنا مشكلة صارت بينك وبين قاسم في الشوط الأول من المباراة ايش صار؟ لا لا مو مشكلة ولا شيء بس مجرد نقاش حاد وانحلت يعني ما في مشكلة وفي النهاية قاسم كابتن الفريق وعلى عنا وعلى راسنا يعني شفناك يعني كانت في كان في شد بين قاسم ومحمد أبو علاي وشفناك يعني كأنه ما لعبت قاسم يعني عقوبة هلون أدبية من صوب شوط ثاني بأحمد هاي ما لعبت أحمد هاي يعني أشياء داخلية في النادي هذه بالعكس ترى اللي صار إن الكليب بيلعب هاي شيء زين ترى حماس زايد أي شيء زين بس يمكن الطريقة مو بزينة يعني الطريقة الأسلوب ما كان صحيح فمو عقوبة هي إنما يعني عشان توجيه ما يصير أكثر من اللي صار في داخل الملعب هذا هي يعني وجهة نظر المدرب جعفر وبعد لا ما مدان الوقت صراحة أن نأخذ لقاء مع قاسم لاعب نادي النجمة طبعا نستعرض الآن ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة الثالثة من سداسي الدوري السلاوي المنامة طبعا يعود مرة أخرى لوضع الطبيعي ثلاث مباريات خمس نقاط خسر مباراة المحرك في المركز الثاني والأهلي في المركز الثالث لكن فارق النقاط يصب في صالح المنامة النجمة في المركز الرابع الرفاع في المركز الخامس الاتحاد في المركز السادس خلال نوه أيضا مثلا حين شلون تقولون الرفاع مباراة واحدة فايز له أربع نقاط في السلة اللي فوز له نقطتين والخسران له نقطة واحدة مباريات الجولة طبعا الرابعة راح تكون يوم الاثنين يوم الثلاثة عفوا طبعا استعرض مباريات الجولة الرابعة للسداسي الرفاع والاتحاد يوم الثلاثة الأهلي والنجمة يوم الثلاثة المحرق والمنامة يوم الأربعاء طبعا المباريات راح تكون مهمة للكل كابتن عبد الله طبعا بالذات الرفاع سوري بالذات المحرق والمنامة والأهلي لأن الاثنين الثلاثة يطمعون يكونون الأول والثاني حسابيا يمكن يزعل الجمهور المنامة والمحرك الأهلي حسابيا ورقيا بعد اللي هم لهم فرصة أكثر مع احترامي حق النجمة والاتحاد ما بيلاقون النجمة والاتحاد ففرصتهم اللي يكونون الأول والثاني أكثر مع أن المنامة والمحرك بتواجهون وذي مباراة جدا مصيرية حق الفريقين حق التأهل الأول والثاني يكون باي فذي المباراة بتكون جدا حساسة ومهمة جدا حق المنام والمحرك نعم بحدد يمكن الفريق الثاني نعم كابتن عبد الله شاكر لك أنا وصلنا إلى نقطة نهاية البرنامج كلمة أخيرة أدعو الجمهور مرة ثانية وثالثة ورابعة اللي يحضرون بكثافة حق الجولة حق الجولة هذه الجولة لأن الفريق في حاجة حق الدعم نعم إن شاء الله شكرا لك قبل الختام طبعا مشاهدينا الكرام في أكشن ياي بس ما اقدر اقوله على الهواء الايام القادمه في اكشن في هالاسبوع راح تسمعون اخبار لكن الاكشن الثاني هو بطوله الخليج للانديه الخليجيه راح تكون المفروض ان تقام في شهر 4 لكن في ابريل في سلطنه عمان مثل ما هو مجدول على الترتيب ولكن هناك محاولات قد تكون جادة
او جاده ولكن بهدوء تام، ولكن اون فاير دائما في رادارات اون فاير شغاله باستقطاب هذه البطوله في البحرين، ان تستضيف البحرين، والكل طبعا يطمع ان يشوف البطوله في البحرين، وراح تكون في صالح المنامه هذه البطوله. نتمنى من القائمين على هذه التحركات كل التوفيق، وان ترجع البطوله الى البحرين، لان نادي السيب العماني قد انا اقول يعتذر، ولكن راح نضع النقاط والحروف النقاط على الحروف مع حلقات الاسبوع القادم. الى ذلك الحين ان شاء الله نشوف الخليجيه وخبرها في البحرين، والخبر الجديد اللي بيكم ان شاء الله الايام الثانيه بتكشفه. الى اللقاء.